مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار كورونا التي نرصد فيها آخر تطورات الوباء، انتشاره وتداعياته وما يثار حوله من تساؤلات وإشاعات ومخاوف. نبدأ بالعناوين. أكثر من 300 ألف مصاب حول العالم، منهم 14 ألف وفاة، معظمهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا. بريطانيا تخشى من سيناريو إيطاليا، وفرنسا تهدد بغلق حدودها مع بريطانيا، وإسبانيا تقول إن الأسوأ لم يأتي بعد. كورونا يصل إلى قطاع غزة، وتركيا تحجر المسنين، وإسرائيل تتجسس على المشتبه بهم بإصابتهم بالفيروس. منظمة الصحة العالمية تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا وتحذر فئة الشباب. طبيب فرنسي يكشف نجاعة هيدروكسيكلوروكين بمعالجة كورونا، وشركة سويسرية مستعدة لتقديم 130 مليون جرعة، وترامب يدعو لاستخدامه. في إيران خامنئي يعد بالنصر على كورونا والعقوبات، وفي طنجة المغربية أجواء يملأها الإيمان، وفي ألمانيا ميركل تتسوق كباقي الألمان. بداية مشاهدينا، نستعرض وإياكم آخر الإحصاءات في دول العالم حول انتشار فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات في كل بلد. نبدأ بالعدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم الذي وصل إلى 321,237، أما عن عدد الوفيات حول العالم فقد وصل إلى 13,686، أما الحالات التي شفيت من هذا الوباء فقد وصلت إلى 96,787. في ترتيب الدول العشر الأوائل حول العالم من حيث الإصابات، ما زالت الصين بالمرتبة الأولى بعدد إصابات بلغ 81,060، أما عدد الوفيات فيها فقد وصل إلى 3,261. في إيطاليا، البلد الأكثر تأثرا في دول الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا، وصل عدد الإصابات في إيطاليا إلى 53,578، أما عدد الوفيات فقد وصل إلى حتى الآن طبعا وصل إلى 4,825. إسبانيا في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات، ووصل فيها الرقم إلى 28,603، أما عدد الوفيات فقد وصل إلى 1,756. في الولايات المتحدة رابعا 27,151 إصابة، وعدد الوفيات 349. ألمانيا في المركز الخامس عالميا بعدد إصابات، وصل إلى 26,928، أما عدد الوفيات ف93. طبعا هذا الترتيب بالنسبة لدول العالم. دول الاتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا في المركز الأول، هي الأكثر إصابة وأكثر انتشارا من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات، تليها ألمانيا وإسبانيا أيضا، إضافة إلى فرنسا. هذه الدول التي تتقاسم الحدود فيما بينها، الإصابات فيها تنتشر بشكل أكبر والأرقام ترتفع بشكل مثير جدا للقلق. أما تصريحات الزعماء الأوروبيين فأيضا لا تبشر بخير، وتقول إنها ما زالت البداية، أي بمعنى أن هذه الأرقام في دول الاتحاد الأوروبي قد تتضاعف وقد تصل إلى دول أخرى أيضا محيطة. في المركز السادس عالميا إيران، وفق الإحصاءات الرسمية طبعا، وفق ما تعلن عنه الحكومة الإيرانية، عدد الإصابات في إيران وصل إلى 21,638، أما عدد الوفيات فقد وصل إلى 1,685. فرنسا بالمركز السابع عالميا، عدد الإصابات فيها وصل إلى 14,459 حتى الآن، عدد الوفيات 562. كوريا الجنوبية 8,897، عدد الوفيات 109. أما سويسرا فقد وصل فيها العدد إلى 7,225 وعدد الوفيات إلى 80. أيضا سويسرا من ضمن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لفرنسا وألمانيا، تتشارك معها الحدود، وأيضا يوم عن آخر يزداد معدل الإصابات فيها بين 600 إلى 700 مصاب يوميا.
يوميا. بريطانيا أيضا يزداد فيها العدد، ولكن ما زالت هي الأقل من ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي أصيبت وانتشر فيها الوباء. عدد الإصابات فيها 5018، أما عدد الوفيات فقد وصل إلى 244. إذن مشاهدينا، يواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل رهيب. أصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 300,000 حول العالم، توفي منهم قرابة 13,000، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وبعد أن أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات وفيات المرض، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته. وتوقعت المنظمة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا بفارق زمني لا يتعدى الأسبوعين. في بريطانيا، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع عن الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب فيروس كورونا إذا لم يمكث البريطانيون في المنازل. فرنسا ترى أن الإجراءات البريطانية لمكافحة كورونا غير كافية، والرئيس ماكرون يهدد بإغلاق حدود بلاده مع بريطانيا إذا تقاعست الحكومة البريطانية عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي كورونا. في إسبانيا مشاهدين، تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحذير السلطات هناك من أن الأسوأ لم يأتي بعد. مع تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، تلجأ الحكومة للجيش لفرض حظر التجول، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 15 يوماً، ومنعت خروج الناس من بيوتهم إلا للضرورة القصوى. وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الحكومة ترغب في تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الحكومة ستفعل كل ما هو مطلوب لمكافحة الفيروسات التاجية، وحذر من أن الأسوأ لم يأتي بعد، كما حذر من الأسابيع الصعبة المقبلة، لكنه لم يشر إلى تمديد حالة الطوارئ. العاصمة مدريد هي المنطقة الأكثر تأثراً، حيث توجد فيها أكثر من 40% من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد. وتوقعت منظمة الصحة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء كورونا. عربياً، ومن غزة سجلت أول إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في القطاع الفلسطيني، الفلسطينيين العائدين من باكستان عن طريق مصر. إلى ذلك، قررت وزارة الداخلية في غزة إغلاق قاعات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية ومنع الحفلات في الشوارع العامة بدءا من الأحد كإجراء احترازي ضد الفيروس. كذلك قال المتحدث باسم الجيش المصري إن الجهات المعنية أجرت عمليات تطهير وتعقيم لبعض الشوارع والميادين الرئيسة بالعاصمة القاهرة في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. أما في السودان، فقد أعلنت سفارة الخرطوم لدى القاهرة عن وجود 1080 سودانيا عالقين في منطقة السباعية عند مدخل مدينة أسوان جنوب شرقي مصر، يريدون التوجه للسودان ويرفضون العودة للقاهرة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، أغلقت مؤقتاً الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم. أما في قطر، فقد تم فرض إجراءات احترازية إضافية لمنع كافة أشكال التجمع في المرافق العامة استمراراً للجهود التي تبذلها الدوحة للتصدي لكورونا والحد من انتشاره. أما في الكويت، فقد تم الإعلان عن حظر التجول في أنحاء البلاد من الساعة 5 مساء وحتى 4 فجرا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
في العراق أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال أكثر من 300 شخص وفرضت غرامات مالية على أكثر من 4000 آخرين لمخالفتهم قرار حظر التجوال الذي تشهده العاصمة. في لبنان أعلن الجيش عن بدء انتشار في كافة أنحاء البلاد ضمن إطار تطبيق قرارات الحكومة بمنع التجمعات وإغلاق جميع المؤسسات. أما في المغرب فقد أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابة أو حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 86 حالة من بينها 3 وفيات، وسبق أن تعافت حالتان منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا في المغرب. أيضا في تركيا حيث تم فرض العزل المنزلي على المسنين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما وعلى من يعانون أمراضا مزمنة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيهم. وعلقت تركيا في وقت سابق الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى، وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة، كما أرجأت المباريات الرياضية إلى أجر غير مسمى. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 21 شخصا وإصابة أكثر من 900 آخرين بحسب وزارة الصحة. أقرت السلطات الإسرائيلية إجراءات جديدة تسمح لها بالحصول على بيانات من أي هاتف من دون إذن في محاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا كما تقول. وفتحت الإجراءات باب نقاش حول التوازن بين الحق في الخصوصية والحق في الحفاظ على الحياة. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 677 حالة. قالت منظمة الصحة العالمية إن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد سيستغرق عاما على الأقل، لافتة إلى أن الخطر يكمن في عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي. ووجهت المنظمة تحذيرا شديد اللهجة إلى فئة الشباب بخصوص فيروس كورونا، وقالت إنهم غير محصنين ضد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن عليهم تجنب مخالطة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة ونقل الفيروس إليهم. نعود إلى الوضع في تركيا، ومعنا مباشرة من هناك عبر الأخبار الصناعية من إسطنبول مدير مكتب أورينت نيوز عمار عز. مرحبا بك معنا عمار، كيف هو الوضع في إسطنبول تحديدا وبتركيا بشكل عام بعد أن ازداد عدد الإصابات فيها بشكل سريع إلى 900 حالة إضافة إلى وفاة أكثر من 20 شخص؟ نعم أحمد، نحن نقترب من الإصابة حوالي 1000، نقترب من الرقم 1000 اليوم مساء. سيكون هناك تصريح لوزير الصحة، عادة في مساء في نهاية كل يوم يعلن عن الأرقام الإصابات والوفيات. كما ذكرت 21 حالة وفاة، غالبيتهم أو معظمهم من كبار السن ممن يتجاوزون السن 65 أو 70. على هذا الإطار أحمد، فرضت السلطات التركية حظرا للتجوال على من يتجاوز أعمارهم 65 سنة، وأيضا من لديه أمراض مزمنة يمكن أن تؤثر أو تفاقم حالته الصحية وتؤدي إلى الوفاة في حال تعرض أو أصيب بهذا الفيروس. اليوم يعني يمكن أن نقول بأن إسطنبول شبه فارغة، رغم أن السلطات لا الداخلية التركية ولا حتى وزارة الصحة أعلنت حظر تجوال في عموم إسطنبول أو في عموم تركيا، إلا أن الشوارع شبه خالية من المارة أو السيارات. بس هناك نصائح، يوم عطلة في تركيا، حتى الرئيس أردوغان يا عمار يوم العطلة يكون يعني على تويتر إن كنت تسمعني، نعم يوم أمس أيضا نصح كل الفئات العمرية كل الأتراك بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى. ربما يعني هذه الحالة أثارت تجاوبا من قبل الناس. نعم أحمد، حقيقة ما يجري في إيطاليا وما يجري في إسبانيا وهي دول متقدمة، دول أوروبية متطورة صحيا وطبيا، فإن الأتراك يخشون تكرار هذا السيناريو خاصة مع الأرقام المرتفعة. يعني خلال
10 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام ارتفعت الأرقام بشكل مخيف، عدد الوفيات ارتفع. حتى اللحظة لم يعلن عن أي حالة شفاء أحمد في هذا الإطار، وأيضا هذا الأمر يعني ربما تتجه الحكومة التركية إلى فرض هذا الحظر التجوال في مدينة اسطنبول، على الأقل المدينة التي يعني فيها الكثير من يأتي إلى اسطنبول ويذهب إلى اسطنبول. سيتم ربما خلال الأيام القليلة القادمة إغلاق هذه المدينة، لأن كل المؤشرات تقول بأن السلطات التركية تقوم تدريجيا بإيقاف الحياة في مدينة اسطنبول على الأقل وفي عموم تركيا. بدأت بإغلاق المدارس والجامعات وإلغاء إغلاق التجمعات وأيضا الفعاليات والمطاعم الكبرى. لاحقا استأنفت هذا القرار بأن كل المطاعم ستغلق، وفقط ستقتصر خدمة المطاعم على التوصيل المنزلي. وأيضا البارحة كان هناك قرار لإغلاق محلات الحلاقة ومحلات صالونات التجميل، وبالتالي فإن العملية التدريجية تبدو في مدينة اسطنبول. وأيضا البارحة حظر لمن يتجاوز أعمارهم 65 ولديهم أمراض مزمنة. ربما نشهد خلال الأيام القادمة حظرا لا نعلم مدته، من المتوقع أن يكون يعني 15 يوما حظر كامل على هذه المدينة لكي يتم حصر الإصابات. أحمد، الأمر الخطير بأن هذه الإصابات لماذا ارتفع بشكل كبير الرقم؟ لأن كثير ممن أصيبوا لم تظهر عليهم الإصابات، وبالتالي نقلوا العدوى إلى عشرات الأشخاص، لم تظهر عليهم الأعراض. وتريد الحكومة التركية أن تستقر الأرقام لكي لا ينهار القطاع الطبي كما حصل في إيطاليا وفي إسبانيا. تريد أن تحافظ على الأقل على مستويات معقولة، على مستويات من الإصابة يمكن أن تستوعبها القطاعات الطبية والمشافي الخاصة. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا عمر عز، مدير مكتب أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. تتسارع مشاهدين الجهود حول العالم أملا في التوصل إلى دواء فعال يقضي على فيروس كورونا المستجد أو لقاح يقي منه، خاصة مع ازدياد عدد الإصابات به عالميا وتزايد حالات الوفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية. تتسارع الخطى عالميا لاجتثاثه، يتنافس العلماء لاكتشاف مضاد له، ويقولون الوقاية خير من العلاج. فيروس كورونا الذي يفتك بالبشر ويتفشى بوتيرة متسارعة ويحصد مئات الأرواح يوميا. في فرنسا يكشف الطبيب ديدييه راول مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا أن علاج هيدروكسي كلوروكين الذي كان يستخدم لمحاربة الفيروسات أثبت نجاعته في علاج فيروس كورونا الجديد. ويضيف الطبيب أن هذا الدواء أثبت أنه يعطي نتائج جيدة بعد أن أجريت العديد من التجارب السريرية على مصابين بالفيروس. راؤول أوضح أن العقار مركب من هيدروكسي كلوروكين وأضيف عليه مادة لازيثوريميسين، ما جعله يثبت أنه فعال في مواجهة تكاثر 4 أنواع من فيروسات كورونا في الخلايا. الرئيس الأمريكي قال إن استخدام هيدروكسي كلوروكين وأزيثوريميسين معا كمضاد حيوي فرصة حقيقية ليكونا أحد أكبر العوامل التي تغير قواعد اللعبة في تاريخ الطب، وحث على استخدامهما على الفور. الطبيب الفرنسي استشهد أيضا بتجارب الصينيين في علاج مصابي فيروس كورونا، وبيّنت هذه النتائج أن الفيروس معه يختفي بعد 4 أيام مقارنة مع 20 يوما من دونه. وبناء على ذلك تظهر النتائج أن العقار يزيل الفيروس من الجهاز التنفسي ويقلل احتمال نقل المرض. شركة نوفاريتس للأدوية السويسرية أبدت استعدادها لتقديم ما يصل إلى 130 مليون جرعة من عقار كلوروكين المستخدم ضد الملاريا لمواجهة فيروس كورونا، وقالت إنها ستطلب التراخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مع ضمان وصول واسع النطاق للعلاج إلى المرضى في مختلف أرجاء العالم. ازداد عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 1556 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين نحو 20,000،
فيما اعترف الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بعجز بلادهم عن مواجهة الفيروس، فيما زعم المرشد علي خامنئي أن بلاده قادرة على مواجهة كورونا، كما قلل من أهمية المساعدات الأمريكية لمواجهة الفيروس المستجد. من قال إن عصر المعجزات انتهى؟ معمم إيراني يرش على المصابين بفيروس كورونا زيت الحنظل زاعما أنه من عند النبي. عبث بحياة الإيرانيين ومهنة الطب دون أخذ التدابير الصحية اللازمة وحتى العمل بقول النبي الكريم نفسه: أنتم أدرى بأمور دنياكم. بناء على هذا القول ألغى العالم الإسلامي صلاة الجماعة حتى في أشد الأماكن قداسة، لكن على هذا النحو يبث معممو إيران وتوابعهم دجلهم على العامة بزعم أن كورونا لا يصيب المؤمنين ولا الأضرحة، علما أن الفيروس أودى بحياة رئيس الحوزة الدينية في قم محسن حبيبي ومسؤولين إيرانيين كبار وهم ضمن 1556 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس نحو 20,000 آخرين. حجم الأموات خيلي زياد حسوة. لكن رغم تلك الكارثة التي تحصد أرواح الإيرانيين حصدا، يزعم كبير المعممين علي خامنئي أن بلاده قادرة على مواجهة فيروس كورونا، كما قلل من أهمية المساعدات الأمريكية التي تعهدت إدارة ترامب بمنحها لإيران لمواجهة الفيروس، الذي أجبر الخامنئي ذاته على إلغاء خطاب كان مقررا بعيد النوروز في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. وخلافا لمزاعم الخامنئي تلك، اعترف حسن روحاني أن حجم الإصابات بفيروس كورونا لا يتماشى مع إمكانيات نظامه، وهو ما أكده وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكنه ربط ذلك بالعقوبات الأمريكية، غير أن نظيره الأمريكي مايك بومبيو نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، لافتا لمساعي واشنطن الهادفة لوصول المساعدات الإنسانية إلى إيران دون تأثرها بالعقوبات المفروضة عليها. في خبر عجر وصل قبل لحظات مشاهدين، أعلن رئيس وزراء اليونان الدولة المجاورة لإيطاليا عزل البلاد بشكل كامل وتطبيق هذا العزل بدءا من يوم غد الاثنين. في موضوع متصل أيضا، لم تتخلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن عادتها في التسوق حتى في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد من ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ ارتادت ميركل مساء أمس الجمعة 20 من مارس عام 2020 ارتدت السوبر ماركت القريب من بيتها وسط العاصمة برلين، حسب ما ذكرته صحيفة بيلد ومحطة RTL الألمانيتان، وهو السوق ذاته الذي اعتادت التسوق منه. وقامت ميركل بالتسوق بشكل عادي دون مبالغة في شراء ما تحتاج إليه، وركزت في مشترياتها على أمور أساسية كبعض أصناف الفواكه والصابون قبل أن تدفع ثمن ما اشترته عن طريق البطاقة البنكية. دفعت حالة الطوارئ ومنع الحركة في المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا دفعت إلى خروج المغاربة إلى شرفات المنازل تحت المطر وترديد الأدعية والأذكار لرفع بلاء كورونا عنهم. نشرة أخبار كورونا مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد فاصل قصير. جوجل تطلق موقعا عن الوباء في الولايات المتحدة ووادي سيليكون في كاليفورنيا تحت الحظر. في سؤال وجواب، هل يمكن للحامل أن تنقل الفيروس إلى جنينها؟
في فقرتنا الاقتصادية، واشنطن بوست تقول إن الاقتصاد الأمريكي يتدهور بأسرع من كل التوقعات. وفي فقرتنا الرياضية، لاعب يوفنتوس باولو ديبالا مصاب بكورونا، والفيروس ينهي حياة الرئيس السابق لريال مدريد. وفي نهفات كورونا، نقاش مثير جدا، عراقيون يتحدون إجراءات الوقاية بسبب الإمام علي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعلنت شركة جوجل أنها دشنت موقعا إلكترونيا يركز على الولايات المتحدة ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا في إطار سعي البلاد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى. في محاولة لنشر آخر المستجدات حول فيروس كورونا، يطلق محرك البحث العملاق جوجل موقعا إلكترونيا يركز على الولايات المتحدة. يحتوي الموقع على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل. وقالت الشركة إنه سيكون متاحاً بلغات أخرى في مزيد من البلدان في غضون الأيام المقبلة. محاولة جوجل لزيادة الوعي حول كورونا لم تكن الأولى من قبل شركات التكنولوجيا، حيث سبقتها شركة أبل بنشر موقعها لمجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بكيفية المحافظة على الهواتف الذكية خالية من الجراثيم تحسبا من انتشار فيروس كورونا. جهود شركات التكنولوجيا لمكافحة كورونا تصاعدت مؤخرا بعد الآثار السلبية التي تسبب بها الفيروس، وإثر ذلك أصدرت 7 مقاطعات أمريكية أمرا بالتزام البيوت، وهو إجراء معروف يستخدم في حال تسرب غاز سام، ما أدى لحالة شلل تام لمعظم شركات وادي سيليكون قلب صناعة التكنولوجيا، ليس فقط في الولايات المتحدة بل على مستوى العالم. في فقرة سؤال وجواب اليوم، هل يمكن أن تنقل الحامل فيروس كورونا إلى جنينها؟ تجيب الجمعية الألمانية لطب النساء والولادة بأنه لا توجد حتى الآن أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر المشيمة، غير أن العدوى يمكن أن تحدث بعد الولادة عبر الطريقة التقليدية المتمثلة في الرذاذ. وأضافت الجمعية أن المرأة المصابة بفيروس كورونا يمكنها إرضاع طفلها طبيعياً، إذ لا توجد حتى الآن أدلة على أن الفيروس ينتقل عبر حليب الأم، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد الحصول على الضوء الأخضر
من الطبيب. للمزيد على كل الأحوال حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من باريس الدكتور ليز الحاج رئيسة مصلحة الأمراض الجرثومية. مرحبا بك معنا دكتورة إلى هذه النشرة. أيضا أسألك ذات السؤال، هل يمكن أن ينتقل الفيروس من الإمرأة الحاملة للفيروس إلى جنينها في حال الولادة؟ مرحبا، لا يمكن. لحديد هلا ما عندنا ولا دراسه ولا استفسار الفيروس بينتقل من الام للجنين طالما هي حبله. المشكله بتصير من بعد الولاده. في خطر انه ينعدى البلد. هلا هي الخطوره وقتها بيكون المراه حبله هي اخر فتره من الحمل. يعني بيكون من 6 شهور وبالطالع اخر 3 شهور. نعم. في ريسك انه خطر انه الولد يصير فيه اجهاض. ممكن طيب. لانه على الحراره، بس هل بينتقل؟ لا ما بينتقل من الحديد هلا من الام للجنين. ما عندنا ولا دراسه. طيب، يقولون ايضا دكتوره ليز ان الاطفال لا يصابون بفيروس كورونا، هل ايضا هذا مؤكد؟ هلا كل الاولاد اللي بالصين اللي بصيبه. كانوا مصابين بالمرض قليل منهم تفاقم المرض عليهم. ما نحن عم نحكي عم نقول انه الاولاد بيجي لعندهم بيلقطوه وبيكونوا كتير العوارض خفيفه عندهم. طيب، بفرنسا دكتورة ليز كباقي الدول الاوروبيه فرضت حظر للتجوار، فرضت حجرا كاملا وغزل ومنع تجول وما الى ذلك من اجراءات للتباعد الاجتماعي، برايك الى متى يمكن ان تبقى هذه الاجراءات مطبقه، تبقى الناس في بيوتها معزوله خاصه وبالمنطق بالاغداد، يعني انه لو وجدت حاله واحده فقط في البلد فهذا الامر قد يعيد موضوع انتشار الفيروس من جديد حتى وان قضت عليه الدوله، خاصه وان يعني منظمه الصحه العالميه قالت ان الدواء الشافي من فيروس كورونا قد لا يتم التوصل اليه قبل عام. هلا الابيديميا يعني كل ابيديميا بدها 8 اسابيع ل 12 اسبوع نطلع من الكارثه. هيك صار بالصين وعملوا اجراءات كثير قويه ليوقفوا العدوى. فنحن نتمنى انه بفرنسا تبقى بعد من 8 اسابيع يعني ماكسيموم، بما انه الاجراءات اتخذت هلا. طيب، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا دكتور ليز الحاج رئيسة مصلحة الأمراض الجرثومية في مستشفى سيمون فاي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من باريس. ذكر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التراجع الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال وباء كورونا الحالي ينبئ بأن الوضع سيكون أكثر سوءاً مما كان عليه إبان أزمة عام 2008. مع استمرار فيروس كورونا في زعزعة أسواق الأسهم مؤدياً إلى إغلاق الكثير من الأعمال على نطاق واسع، تتزايد التنبؤات بشأن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن انتشار هذا الوباء، إذ جاء في مقال لواشنطن بوست الأمريكية أن الركود الاقتصادي سيضرب في عام 2020 كما لم يفعل من قبل. ويوضح المقال أن إجبار 80 مليون أمريكي على البقاء في منازلهم تسبب في توقف غالبية الأعمال في الولايات المتحدة، إضافة إلى تحول ملايين العمال للبطالة بسبب الانهيار الاقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الواشنطن بوست إلى أن الوضع يتفاقم بمرور كل يوم، خاصة مع توقف غير المسبوق لمختلف قطاعات الأعمال في البلاد. ووسط كل هذا، رجح بنك أمريكا ميريل لينش أن تعلن وزارة العمل هذا الأسبوع أن ما يقرب من 3 ملايين أمريكي قد يطلبون لأول مرة الحصول على مساعدة البطالة، وهو رقم يزيد عن 4 أضعاف الرقم القياسي الذي سجل خلال أوج الركود عام 1982. أعلن نجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا إصابته بفيروس كورونا، فيما توفي رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز متأثرا بالفيروس المستجد الذي أدى تفشيه لإيقاف جميع الدوريات الأوروبية بشكل مؤقت. بتغريدة على تويتر، أعلن نجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا إصابته وصديقته بفيروس كورونا المستجد، لكنه استدرك الإعلان بالقول إن نتائج فحص الفيروس كانت إيجابية وأنهما بحالة مثالية. وفور ذلك أبدى فريق يوفنتوس دعمه لديبالا الذي أصبح ثالث لاعب في تشكيلة الفريق يصاب بفيروس كورونا بعد المدافع الإيطالي دانيلي روجاني ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي. يأتي ذلك فيما توفي لوران سانز الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني عن عمر يناهز 76 عاما متأثرا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما دخل العناية المركزة في مدريد حيث بدت عليه أعراض ارتفاع درجات الحرارة والتهاب رئوي حاد. هذا وأدت سرعة تفشي فيروس كورونا لإيقاف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل مؤقت، خاصة وأن الأنشطة الرياضية هذه تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة. في فقرة نهفات كورونا ومن العراق، ناقش نقاش مثير بين مجموعة من العراقيين أثر جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يتحدون إجراءات الوقاية بسبب الإمام علي رضي الله عنه. نتابع. المراجع من الصرعة معلة، ليش يروحون للمستشفيات؟ مستشفيات؟ إيه؟ ما منعوها من ماجستير الأئمة من وهابية، ليش ما منعوها؟ ها؟ كم واحد راح بها ماجستير الأئمة؟ هذاك خطر مسيطر عليه. ليش ما منعوها؟ ليش ما منعوا الزيارة؟ همين يمنعون الزيارة ويخافون عليكم. جاي أجاوبك. ذاك خطر مسيطر عليه. أنت الآن فيروس ما تشوفه. اسمعني. أنا أخي. أنا معتقد بأهل البيت. أنا عندي اعتقاد بأهل البيت وراح أنا. لا لو عندك اعتقاد ما تلبس هاي الكمامة. ليش؟ ما تلبس. بالعكس الوقاية خير من العلاج. أخي ماكو مشكلة. ماكو مشكلة. مو قلت لك هاي نار، أنا أشوفها نار. ما أدري بروح بيها. بس هذا إمام مفطار الطاعة. شو السؤالف أنت؟ يعني إحنا إذا مريض ويعجز عني الأطباء أروح الموسى بن جعفر. الإمام عليه السلام. أحل لك مفردة الكفر أمام مفردة الإيمان إذا كنت في وضع خطر. عمار بن ياسر سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى أجاز له أن يذكر آلهة الكفار في سبيل أن يوقي نفسه من الخطر. مو صحيح. انت تريدني اني بوقت الكفار؟ انتم كفار لو مسلمين. هذا فيروس عزيزي. اخي انتم كفار لو مسلمين. هاي بوقت الخطر يعني كلكم علي. هاي يختلف، بس انتم مسلمين وتعرفون الامام موسى بن جعفر. جابنا علي الامام علي كان من يحارب بدون خوذه، فسيلو ليش ما تلبس خوذه؟ قال هم هو اليقين واحد، يعني اذا موت واحد كان بالخوذه ولا كان بدون خوذه، وما مات بالمعركه مات ببيته بدون خوذه. فهسه يعني هسه انا متاكد 100% الزوار موسى بن جعفر الرايحين بنيه صادقه، خلي يرجون يفحصونهم، اذا 1% بيه وبات على العاتب. ما بيهم مبا. والله ما بي. على محمد وعلى محمد. هذا اعتقادي انا، انت ما تقدر تغيره بحشك وكذا. لو تحشي منها الباشر هذا اعتقادي ما تغيره. لذلك انا ايش اقول لك؟ زور وزياره مقبوله، وان شاء الله ترجع سالم لاهلك. الله وعندك الله يوفقك. ان شاء الله الامن والامان لكل الزوار، ان شاء الله وندفع هاي الغمه على. بهذا نكون قد وصلنا واياكم مشاهدينا الى ختام نشره اخبار كورونا، وقنا الله واياكم شر هذا الوباء وانتشاره ووصوله الى المناطق التي لم يصل اليها. نصيحه اليوم: خليك بالبيت، الله يخليك. إلى اللقاء.